إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا من خلال البث المباشر من مدينة فاس بطبيعة الحال العاصمة العلمية للمملكة. أكيد كنتم تبعتوا معنا متابعينا الأوفياء في هذا الحي بالضبط، الجريمة الشنعاء اللي كانت وقعت هنا واهتزت عليها الشوارع ديال مدينة فاس واللي راحت ضحيتها إنسانة من طرف الأخ ديال الزوج ديالها بطبيعة الحال، والعائلة ديالها الآن خرجت في وقفة احتجاجية سلمية بطبيعة الحال. هم كيطالبوا بأقصى العقوبات في حق يعني القاتل اللي قتلها بطبيعة الحال. الأب ديالها مكلوم، مسكين الأب ديالها كيستنجد وعلم به غير الله، كيقول أنا بنتي مشات ضحية، بغيت أقصى العقوبات وبغيت نوصل الصوت ديالي. هو مسكين ما كيشوفش كافي، فأنتم كتشوفوا الأب ديالها في الصورة، غنحاول نزوم عليه متابعينا الأوفياء. هذا هو الاب ديالها، غير حمق كيناشد القلوب الرحمه باش على ان يحنف هذا السيد هذا، لان بطبيعه الحال متابعينا الاوفياء. اذا غادي متابعينا الاوفياء السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام الحاج. اسيدي نعم اسيدي، باي المرحومه امينه زوين، امينه زوين محمد، باي المرحومه زوين امينه، كنطالب بحقوق ديال بنتي. هذاك المجرم ضيع لي بنتي، هذاك المجرم راه لي بنتي، عند عدة طعنات، ستة ديال الطعنات، وفي التالي خرج دايرها في الدروج، الدروج عندهم بحال الحبس، ما كاين في التوا ما كيقدرش واحد يكون طالع واحد هابط، دايرها في الدروج، ضربها باب الدر ديال الشفرة للراس، وسال عليها بالطعنات، وفي التالي ما عرف كي دارت، هربت له برا الشارع العام، وبقى كيطعن فيها، وفي التالي صفى معاها من الوريد للوريد. نعم سيدي، الله يكون معك والله يصبرك. ماشي سهل هذه الجريمه الشرعيه اللي وقعت. غير انت كنفسيه ديالك الان كنشوفك. انا نعم سيدي، النفسيه ديالي راهي الحمد لله عقلي هو ما رصي مع راسي، كنهضر مع سيدي، انا عندي عقلي عندي ضميري، كنهضر بعقلي وضميري، ما كنقولش حاجه اللي خارج القلب. متاثر بهذه الجريمه الشرعيه، عزيت عليا بنتي، عذبها نهارها وعذبها في الشارع العام فهمتي، ست عانات الطبيب في الشارع العام وشافها، ست عانات وفي التالي صفى معاه في الشارع العام، فهمتيني يا ماسي؟ هذه تريكة مجرمة، فهمتي؟ ما صالحينش في المجتمع المغربي، ما صالحينش، وأنا كنطالب الله ياخذ فيهم الحق، في المجرمين، وكنطلب سيدنا يدخل في هذه القضية هذه، كنطلب من سيدنا يبلغ الرسالة ديالو للقضاء، والقضاء والسلطات، كنطلب سيدنا يوصل الرسالة ديالو. الملك محمد السادس، الملك محمد السادس، يبلغ الرسالة ديالو. خلوني نهدر، كنطالب سيدنا يدخل يبلغ الرسالة ديالو، القضاة والسلطات، فهمتي؟ الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ، وكنطالب بالإعدام، الله ياخذ فيهم الحق. والتريكة المجرمين وما صالحينش في المجتمع المغربي، الله ياخذ فيهم الحق. شوية عليك يا عمي، الله يحفظك، ما بغيناش صحتك، ما بغيناش اشري، الله يحفظك الحاج، ارتاح شوية، شنو وقع لك شي حاجة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واخا عندي الحمد لله، ما بغيناكش الضرر اشي اسيدي، غير بشوية عليك، الله يرحم والديك، غير بشوية عليك، سكان معطيه ويشرب، عطيه ويشرب. الله يخويا عليك يا عمي، المغاربة كلهم كيشوفوا، المغاربة كنطالبوا، المغاربة كلهم يضمنوا معنا، والرأي العام العالمي حتى هو كنطالبوا يضمنوا معنا. خويا السيدة كانت سمرة طيبة تنعرفوها، خويا دابا هاد السيدة اللي تلقوا، شتي هاد السيدة اللي تلقوا، بغينا لها حنا الإعدام. شكون اللي تلقوا؟ السيدة الزوجة ديالو تلقوها، الزوجة ديالو هي اللي كانت كتحارب هاد الراجل، علاش يتلقوا السيدة ديالو؟ وهي اللي كانت كتقيل كتحارب الراجل ديالها باش يقتل هاد السيدة، وهي اللي تيقول الأب الولد ديال السيدة اللي ماتت كيقول لك هي اللي عطات الشفرة لهذا، فهمتي؟ علاش يطلقوها؟ حنا بغينا الإعدام لهذا السيد. أنا صاحبتي، كيفاش كانت علاقتك معها؟ علاقتي معها راها أكثر من أختي، نص حياتي أنا مشالي بأمينة، شتي أمينة حياتي مشات كاملة مثبت أمينة، انا 5 غرام طلعت لي ديال السكر مثبت امينه، طونسيو ديما طيح 6 طلع لي 15،
امينه كتصلي وعاد كتخرج، امينه كتصلي وعاد كتدي ولادها للمدرسه، امينه كدير الماكله لراجلها وكتخرج، امينه مقابله وليداتها مقابله الزوج ديالها، امينه عمرنا دخل الحومه يشهدوا بالشهاده لله، الى عمر امينه دارت الابتسامه خايبه في وجه شي واحد. امينه راها السيده راها طيبه، فهمتي؟ امينه شنو الجزاء ديالها اللي هاد السيد هذا دار ليها هاد الشيء هذا؟ فين ذنب اخويا داك ثلاثه الدراري؟ حنا كنطالبوا من جلاله الملك والسي الحموشي يوقف معانا، يوقفوا معانا، الله يسهل عليك، كنطلبوا من جلاله الملك يوقف معانا. السيده امينه شنو دارت؟ السيده امينه انا دخلت لدارها ولقيتها نطيبه كوكوت ديال اللحم وكتسنى مسكينه وليداتها باش يجيو وتعطيهم ياكلوا. نعم، هشام ديالها قال انها 25 دجاجه اللي كانت في الفوقانيه. انا كنت كنمشي لان انا كنمشي لعندها وكتقول تنقول شنو اختي هذا الشيء كيزوي هنايا واش عندكم دجاج؟ كتقول لي كيدير ليا راه الدجاج بالعاني كيخلعني ولادي، فهمتي؟ انا كنمشي عندها جوج نوبات ثلاثه الشهر وكنقول لها امينه اختي شنو هذا الشيء وهذا الخنز عندكم وهذا الدجاج تيغوت تايد لي الفروج من الحلقه باش الولاد ديالها كيتخلعوا، فهمتي؟ وكتبقى هي كنقول لها امينه خيتي صبري دابا يحنسي دير ما تقوليش لهشام صافي اللي يبغى يديرو، ومنين يشوفها هي طالعه كيسب فيها هاكا كيسب فيها مرتو مرارا هي طالعه وهي كتسب فيها، علاش كتبقى تسبها؟ شنو دارت ليها؟ كنطالبوا بالاعدام، كنطالبوا شدوها، كنطالبوا بالطلاق شدوها، اختي كانت كتشكي علينا وتلو، انا اختي كانت كتخوي غير في الدروج مرتو كتحرش راجلها عليها، انا كنطالب اختي انا بغيتكم تدخل ما عمرها دابزت مع شي حد، هالناس اللي كيعرفوها كلهم كيعرفوها ما عمرها ادت شي حد، ما عمرها ادت امينه شي واحد. انا كنطالب بالاعدام، كنطالبوا بالاعدام، حنا بغينا الاعدام، سيدنا ياخذ لها حقها، ما يمشيش سيدنا ياخذ لها حقها، كنطالب برأي العام، كنطالب برأي العام، حنا بغينا حكيمة يقبضوها، حنا بغينا السلطة تقبضها، حنا بغينا السلطة تقبض حكيمة. شريفة قربي عندك الميكروفون، واخا لالا دابا اختك مشات عنده اللي وقع وقع، عطاها ست طعناس اخويا. نعم. راسها كله طاير، خويا مشى لتما راه ما كينعش في الليل، حل عنقام حلول كامل، عنقام حلول راه نعس في الطبيب خوها. النفسيه ديالكم الان جد المتضمنه، ما كنعسوش، ما كنعسوش في الليل، بقيت ناعسه، انا خصني طبيب نفساني نجلس عنده، انا ولادي تحطمت باش نربيهم دابا، انا ما كنعش، انا ما كنعش، يدين ثلاثه الوليدات، يدين ثلاثه الوليدات، ما بغاو في حقها، انا اختي ما دايره شي حاجه تموت عليها بحال هكا، انا اختي ما كدير شي حاجه تموت بهذه الطريقه، انا خويا انا خويا ما كاينعش، حنا ما كنعزوش، حنا ما كنعزوش، حنا ما كنعزوش، انا بغيت طبيب نفساني دابا حاليا، انا مبقيتش قادة ربي ولادي، انا مبقيتش قادة ربي ولادي. دابا الحكم غادي يطيح، غادي يطيح، غادي يطيح، لا حول ولا قوة الا بالله، واخا لالا، واخا لالا، صبري لالا. الشهادة لله، أنا أختي خمس سنين وهي ساكنة معاهم في الدار، تيتماس عليك السيدة أسوأ العنف ديال المعيار، اتهامات بالشعوذة، اتهامات بالشي يهضو، حنا كنا ساكنين مع أختي، ملي تنمشيو عند أختي تنهربو، ما نقدوش نجلسو نسمعو ديك الهضور، في رمضان في العيد في الحواشر، تبقى تجي لعندنا تتبكي، حيات أختي داك المجرم، أنا أختي كان تيهددها بالقتل، تيهدد وليداتها، تيجي تتجي عندنا هاد السيدة أمينة بنهار عيطة تتقول لك تيهددني هاد السيد بالقتل، مرتو تتحرضو عليا، هاد السيدة هادي تهمة بالشعوذة ما عندهاش علاقة بالشعوذة، معصية بخلقي الله، الشهادة لله، الشهادة لله، اغتصبها في حياتها، اغتصبها في ولادها، اغتصبها في خوتها، فينا حنا كانت ختنا، الشهادة لله ماشي الشهادة الزور، ما تدخلني هي الجنة، ما تخرجي، ما تدخلني جهنم، علاش هاد الضحية ماتت بهاد الطريقة؟ علاش اخويا المنصير؟ علاش اخويا حنا ما تنعسو؟ حنا راه 10 سنين وحنا معاها سنين.
يا ريت كون شفتوها قبل ما تموت، يا ريت كون شفتو الطيبوبة. هذا مريض خويا مسخوط، خويا صحت البالي قلت نخرج معاه. ماما مريض ولا كنمشي عند الشطاي فين كيتلاقى بلاصه راه شفنا علام تقول ما تقول حتى حاجه. خويا ملي حتى بليا ما مريضش، ما مريضش هو بعقلو كيسموني دور السياقة، كيهضر مزيان طبيعي يسول عليه الناس. عندو المشكل مع المرأة وكبوها في البنت مسكين. أنا أختي ضحية، أنا أختي ضحية. كيفاش كانت أختي المرحومة في علاقتها معاك؟ كانت كتشكى لنا مرتو، كتعيط لنا في التليفون كتقول لنا مرتو معذباني، إلا خوات غير ما في الدروج كتخرج تسبها، معذباها. أنا بغيت حتى هي يشدوها، أنا بغيت حتى هي يشدوها، علاش هي مطلوقة؟ ولد أختي صغير كيقول لك أخالتي راه هي اللي حت الشفرة، الراجل باش قتلها، علاش دابا هي مطلوقة؟ أنا دابا أختي ما يمشيش هكاك، أنا أختي ما دايرهاش شي حاجة، أنا أختي ما دايرهاش شي حاجة تمشي هكا. خطير متابعينا الأوفياء، صعب جدا مشاهد صراحة انهيار ديال الأسرة ديال هذا الشهيدة، كما كتبوا بطبيعة الحال كلنا مع الشهيدة هذه اللافتة للآن متابعينا الأوفياء في مشاهد صراحة مؤثرة بزاف. هاد الناس فقدوا مساكن هول الصدمة، ما بغاوش ينسوا الأخت ديالهم للأسف الشديد. ويلي 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 هزه ماما، ماما هزه، جاي مع ماما، كان جاي مع ماما، كان داخل مع ماما في الدروج. نعم سيدي، كان داخل مع ماما في الدروج. نعم سيدي، نعم سيدي، أنا الشاد. نعم سيدي، انت عارف دابا الظروف ديالك، القلب ديالك كيتحرق من جهه. راه الله شاد. نعم سيدي، شنو المطالب ديالك اللي كتطلب من القضاء؟ انا كنطلب المطالب ديالي من القضاء، كنطلب الاعدام، كنطلب الاعدام. راه هذا خصو يخليوها عبره لواحد اخر. كنطالب بالاعدام، كنطالب جلالة الملك يتدخل ويبان الغريزه ديالو القضاء. خوتي ودي راه مسلم، غادي ينصفك اكيد، غادي ينصفك القضاء. نعم اسيدي، الحمد لله عندنا مؤسسات اللي كاينه كبيره في القضاء المغربي الحمد لله. نعم اسيدي، عندك ثقه في القضاء؟ عندي الحمد لله ثقه، عندنا ثقه في الله، عندنا ثقه في الله، عندي عندي ثقه في الله. عندنا ثقه في الله. اسمع اسيدي، اسمع اسيدي، اسمع اسيدي، عندي ثقه في الله، وعندي ثقه في سيدنا جلالة الملك محمد السادس الله يرحمه، وعندي ثقه في القضاء. ياخذوا حقها، ياخذوا حقها، ياخذوا لها المجد، الله ياخذ حقها، الله ياخذ حقها. هادو هادو مصالحين في المجتمع، مصالحين في المجتمع. شريف، قبل ما توقع الجريمة، قبل ما توقع الجريمة، كيفاش كان العلاقة ديالو معاك انت؟ العلاقة ديالو معايا كنا انا وانا انا انا ما نكذبش على راسي، راه الله شاهد، انا ما كنتش كنبغي تربتهم كلها، راه الله شاهد. علاش علاش علاش؟ انا عطلت في حاس القلب ديالك، القلب ديالك كان خدي عليك، كان حس حس تصرفات تصرفات. الا هاد السيد هذا خليه. سمع سمع سيدي، الله يجازيك بخير اسد، كنت حاس بقلبي التصرفات ديالهم من ديالك، فهمتي؟ فهمتي؟ التصرفات من ديالك، ما عندهمش الايمان في قلبهم ديال المسلمين، ما عندهمش الايمان في قلبهم ديال المسلمين، ما عندهمش إيمان. عندهم الايمان، عندهم الايمان ديالهم هي الدرهم. نعم سيدي، نعم سيدي، نعم سيدي، ما غتبرديش حتى نموت، ما غتبرديش حتى نموت، ما غتبرديش حتى نموت. انا التعواريت ما بقيتش كنشوف، كنت كنشوف شويه ما بقيتش كنشوف، كنت شويه كنشوف ما بقيتش كنشوف، عندي طنجيو فراني طنجيو. كثير شي مثلك ديال الخير متابعينا الاوفياء، صراحه بقى فيا السيد والله العظيم الا بقى فيا. كتشوفوا الان اللافته المرفوعه هنا كلنا مع الشهيده اللي كيناشدوا من خلالها باقصى العقوبات الجاني بطبيعه الحال اللي حرقهم واللي كواهم. جريمه كبيره بجميع المقاييس، هذه راه ام وزوجه وبنت حومه وانسانه طيبه واخلاق، عندها اخلاق عاليه، انسانه كتضرب تمر على وليداتها وكتكافح من اجل لقمه العيش الزوج ديالها، تقتل بالطريقه البشعه هذه. حولي الا جبتي ثلاث ايام عندك في الدار ما كتسخايش به، ثلاث ايام الا جبتي عندك للدار
ونهار العيد كتذبحيه تولي تتبكي عليه لا تذبح كيبقى فيك، فما بالك بهم كتذبح مسكينه في الدار كتشوف حرام خلات ثلاثه الوليدات. حنا كنعرفوها بنت عائله، انسانه طيبه وام، ام مع جميع المعاني، انسانه في المستوى انا صديقه ديالها، صديقه ديالها، انسانه طيبه بزاف. لا لا انسانه لا بالعكس، هي كتهضر معاها كتحشم كتحني عينيها في الارض. امينه انسانه طيبه، لا لا مشيت مشاكل بزاف، لا لا بالعكس كنعيط بالعاده ورجعت اخويا عليا الماء وعيالك فهمتي. واخا خوها شافها في ديك الحاله قلت له راه في الطبيب مسكين تصدم. خوها ما طلعش الطبيب، ما طلعش خوها، خوها بقى في الدار. انا طلعت انا والبنيات ديالي كلهم، طلعت انا والبنيات ديالي كلهم. وما جا واحد القضية أخرى أستاذ، غنقولها لكم، الله يجزيكم بخير. اسمع نقول لك، شوف سيدي ربي جاب هذا السبب، يمكن باش تهنم داك التريكة، داك العائلة، هي اسكت اسكت. اسمع نقول لك، لا، سيدي ربي دار لها السبب باش ما تبقاش معاهم، ما كانت عايشة بالعذاب، ما كانت عايشة بالعذاب، هذه ما كيحقوش لها راسها، عايشة بالعذاب. ما كنت ارتاح. نعم اسيدي. الشعب نعم اسيدي. المواطن انا كنت كيسول، غير اسمع غير علاش علاش هذا هو السبب قتلها من علاش. دابا هي عندهم مشاكل ديال ساكن مع الراجل ديالها ساكن مع خوه. عندهم من واحد كيقول لهم مشيو بحالنا من هنا، عيات فيه كتقول لهم مشيو بحالنا من هنا، تيقولها بلاتي خليها التهلوكة، ديدوها التهلوكة بنتي، ديدوها التلوكة. صافي عمي خوتي شي شوية الله يرحمها خلي سير عليه. شاركين السكنة عندهم هما كل واحد عنده برطمة والآخر برطمة داير فيها دجاج شي 25 دجاجة. هادشي علاش وقع؟ شنو أستاذ؟ خاصك نكمل نعم خلينا نهضروا نهضر سمعتي؟ تنكمل ما كمل عنده دجاج تنكمل المهم المشكل اللي وقع الدجاج، رجلها مشى ديك راه بخوه، جاو شي مقدمين طلعوا حلات لهم، هي اللي دارت حلت غير الباب، جا المخزن حلات له الباب، دخل شاف شني كاين، صافي بقى حاقد عليها مع الصباح العشيه مع مراته، ديما الاخر كتقول له راه كدير لي هذيك راه اخت المراه ديالي وكنعرفها مزيان، ما عمرها دير لها شي حاجه اللي تاذيها، والجيران راه كيعرفوها وكلشي راه كيعرفها. الدجاج هو السبب ديال الجريمه الشنعه اللي حيرها الدجاج. الدجاج مع السكنه مع كلش. واخا عندك اخت ديالها اخويا واخا لالا انتينا دابا عارفه التفاصيل ديال هذه الجريمه. الدجاج هو السبب. الدجاج كيقولوا الدجاج والسكنه كيدابزوا على الوقت. انا كنت في داري اخويا، اختي اللي تلقات الخبر، انا كنت في داري اخويا. واخا لالا شنو غتقولي؟ كنطلب بالاعدام ومرتو تشد، كنطلب بالاعدام ومرتو تشد اليوم على اختي وغدا على واحد اخر. الولد ديالها في عمره 6 سنين راه حاضر وعاقل عنده 7 سنين ماشي مشكل. المهم راه حاضر حاضر وامه كتضرب قدامه وهي شادها في يد تخرج على برا، الضربة التالية ذبحها على برا تطاحت الأرض. ضربها في الدرج لراسها بعد أول حاجة، ولات هبطت ضربها في الدرج، ولات هبطت عاود دوز عليها وخشى فيها في الموس هنايا شرق لها كرشها، عطاها شي 7 ضربات ولا 6، هو كيغيز فيها، وصل للزنقة وشدها براسها من هنا ودوز عليها. راسها كله شوف اخويا راسها كامل محلول، خويا شاف هذا الشيء في الطبيب في التشريح. شافها اخويا شافها هو مريض. مريض اخويا حنا مرضنا نفسانيا، مرضنا ما بقيناش كنعسوا حنايا، حنا ما كنعسوش اخويا، حنا بغينا حق ختنا، كنطلب سيدنا ياخذوها حقها، كنطلب بالراي العام يتدخل، كنطلب بالحكومه تدخل. كتبكي في الليل كتقول الاعدام طول الاعدام طول الاعدام، يعني المراه ديالي النفسانيه ديالها راه ماشي هي هذيك. واخا سيدي شكرا جزيلا.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متابعينا الاوفياء هانتوما كتشوفوا هما غاديين في مسيره، هاد المسيره كيطالبوا فيها باقصى العقوبات، كيطالبوا بالاعدام، كيطالبوا بضروره يعني اعتقال يعني للزوجه ديال الهالك. كيقولوا بان هي اللي حرضتها هادشي، حنا لا نتحمل مسؤوليه ما نقول. هما اللي كيقولوا هادشي بطبيعه الحال محروقين على 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 البنيته. هانتوما كتشوفوا مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهد اليمه، مشاهد اليمه. والاب انا بقى فيا الاب بزاف، الاب اللي فقد. فين هو الوالد؟ فين هو مسكين؟ الوالد ديالو، الوالد ديالو، الوالد ديالو ديالو. لا حول ولا قوة الا بالله. صراحة متابعينا اخويا مرتو حرة، خصها تاخذ العقاب ديالها. هي كيقول لك هي اللي لاحت له الشفرة، الولد الصغير شافها هو اللي كيقول هذه الهضرة. كيقول لك لاحت له الشفرة، لاحت له الشفرة وخدام فيها في الدروج ضيقين، تعرض لها في وسط الموبل، فوسط الموبل طلعت وتعرض لها وبقى كيغيز فيها. الطريقه اللي تقتلات بها هي اللي بقات بكم داك. حنا كنخايلوها بين عينينا خويا، جا عاودنا كيفاش راسها كله محلول، كلها ضرابي ما فيهاش، ضرب لها في كرشها النص، ضرب لها في كرشها. واخا لالا دابا انتم جيتوا هذه المسيره، كنطالبوا خويا بالاعدام. الاعدام كنطالبوا خويا بالاعدام، كنطلبوا من جلاله الملك ياخذ لها حقها، كنطلبوا بالحكومه والراي العام يتدخل، كل شيء يتدخل، كل شيء اللي شاف شي حاجه يتدخل ويهضر. نعم شكرا للمتابعين. هاي الصوره ديال الهالكه مسكينه، خلات وليدات الله يحسن العوان. كيفاش غاتوا ثلاثه ديال الوليدات؟ صغير عنده واقيلا عامين ولا ثلاث سنين، صغير كاع خلاته. كيفاش النفسيه ديال الوليدات مساكن؟ راه النفسيه ديالهم ملي يشوف مامهم مقتوله كيف تكون النفسيه ديالهم؟ يتموا لها ولادها، ديك النهار ولدها كيقول لك بغيت ماما، الصغير كاع كيقول لك انا بغيت ماما، اش غنقولوا له؟ شافها كتضرب هو في يديها، الولد كتضرب هو في يديها وهو حاضر معانا. هي شاده غير بابا. واخا لالا شكرا جزيلا. سيدي انت من مساكنه من درب، شكون اللي يتحدث؟ ولاد الحومه، ولاد الحومه هنا هنا. نعم اذا كتشوفوا ولاد الحومه كذلك كيتضامنوا معاهم بطبيعه الحال. متابعينا صراحة صدمة كبيرة هنا في حي الزواغة بالقرب من حي الفتح بطبيعة الحال. جريمة شنعاء اللي اهتزت عليها ساكنة فاس وخلات النفوس ديالهم مدمرة بطبيعة الحال. الناس كيطالبوا هنا بالإعدام، كاين اللي كيقول حنا كلنا مع الشهيدة كنطالبوا بالإعدام، لأن ما يمكنش لأنك تتعدى على حق في الحياة، الحق في الحياة يا عباد الله. راه باش تقتل روح على دجاج هذا الشيء لا يتقبله العقل. هذا هو النداء ديال هاد الناس المتابعين الاوفياء. نشوفوا الاب، شوف الاب فين هو، نشوفوا الاب متابعينا، نشوفوا الاب، نشوفوا الاب فين هو. راجل، نشوفوا الزوج، الزوج هشام، هشام السلام عليكم معنا. السلام عليكم سي هشام، مره اخرى كنقدموا لك التعازي خويا فقدان الزوجه ديالك بطبيعه الحال. خدينا معك البارح والبارح وعطيتي لنا توضيحات بخصوص هذه الجريمه الشنعاء اللي تعرضت لها الزوجه ديالك من طرف الاخ ديالك. انا قلت لك الله يعطيك الصبر ايوب، علاش؟ لان الجريمه من اقتراف الاخ ديالك، اللي ربما الاخ كيكون هو السند لك في الحياه، ولكن انت ماشي كباقي الاخوان، الاخ كان سبب في هذا الدمار اللي عايشوه، في هذه النفسيه اللي دمرها لك الان. متابعينا غادي نقول لكم، انا كنطالب من السلطات، كنطالب من القضاء يعتقل الزوجه، هي سبب التحرير. علاش؟ نهار الواقعه الاخ كيخدم من الساعه ونص ديال الصباح حتى الوحده د النهار، كيجي يتغدى وكيرجع مع الجوج د النهار كيرجع للعمل ديالو، ومن الجوج ديال النهار كيرجع للعمل ديالو ما كيجي حتى للثمانيه ونص. اشكون اللي اتصل به باش جا في الربعه ونص؟ هذا هو السؤال. ما كيجيش، ملي كيخرج من الجوج ديال النهار الى ثالث 8 د الليل، شكون اللي اتصل به؟ اذا هنا كاين اللغز، اذا الزوجه اللي اتصلت به باش رجع، لان المشكل اللي فاش جبنا السلطات المحليه وجبنا المقدمين باش فتحنا. نعم خويا كلشي كان قانوني، ما كعمرني. نعم نعم خويا، نعم خويا، نعم خويا، حنا ما عمرنا مدينا يدينا على شي واحد بشهاده الحومه كامله، داخلين سوق راسنا، شادين تقارنا، كنخرجوا مع الحيوط ونجيو مع الحيوط، خدامين على وليداتنا. هذا كله كانت كتكلها الحقد والبغض. علاش؟
هي تبارك الله عليها والله يرحمها برحمه الله، كانت مهليه في وليداتها، مهليه فيا، فيها الام، فيها الاب، فيها الاخ، فيها الاخت، فيها الجد، فيها كل شيء. ما كيعيط لها هو، ما كانش مهلي في وليداته، ما دياش دياها في التخربيق، كتكلها جميع العداوه كتكلها. حنا بغينا الزوجه ديالو تشد ويتحقق معاها. ما يمكنش انا منين هبطت للولايه لعند رجال الامن قالوا لي هذا الموضوع خصنا نسدوه في 48 ساعه، هذا ماشي دجاجه ولا فلوس ولا قنيه باش حنا غادي نجمعوا هذا الموضوع في 48 ساعه، هذه راه جريمه وتشويه جثه. هذه جريمه فرغ فيها، حنا بغينا حق مرتنا ما يضيعش. انا ما يمكنليش انا باقي ما كنعقل ولادي، ولدي الصغير كاين ودخل في خيفان في الليل كوكعوش كوكعوش، حنا باقيين كنعانيو، حنا باقيين في دمار كبير، راه ربي اللي شاهد. حنا بغينا الحق ديال الزوجه ديالنا ما يضيعش، بغينا القضاء ينصفنا. نعم خويا. نعم خويا، ما كنقدرش دابا ندخل الدار كنخاف تلوح عليا شي باطل ولا شي حاجه. هذه صافي، هذه قوه الحقد ديالها والعمى ديالها فقدات البصيره ديالها. جبت شي ناس اللي راهم تقريبا معنا هنايا، تقريبا شي ست الناس، منهم الزوج ديال الصديقه ديالها ومن اصدقاء ديالنا، باش خدينا غير الحوايج اللبوس ديال الولد وباقي شي حوايج تمايا. حنا كنطالبوا ترحل من داك الدار، داك الدار صافي ما تبع ما تشرى، فيها دم مرتي غادي نسدوها بالطوبيه داك الدار الى يوم يبعثون. هذاك دم مرتي بقى تمايا. حنا كنطالبوا المطلب الاساسي اللي عندنا هي الاعتقال المحرضه الاولى في هذه الجريمه، راه هي الزوجه ديال الاخ، راه حنا ما كنرميو عليها لا بوه حتى لا باطل. عندنا شهود بان كتكلها العداوه، كتكلها البغضاء، وهي المحرضه. عندنا فيديوهات بانه كتحرضوا في 6 الصباح عباد الله، تصور انت في 6 الصباح غادي تهبط لعندو تبقى توتولو، وعندنا فيديوهات كتحرضوا بالنهار. كنطالبوا باعتقال الزوجه ديال الاخ ديالي، هذا هو المطلب الاساسي باش يشفى هذا الغلي فينا. حنا راه ما كنعسوش، حنا راه مأثرين بزاف، ومن هذا المنبر كنشكر بعدا المسؤولين ديال شركتنا، راهم تاخذوا قرار بانني ساهموا معايا بشكل كبير باننا وليت نخدم ان شاء الله منين نبدا الخدمه الفتره الليليه باش نتفرغ للولاد الفتره النهاريه. كنشكر جميع المنابر، كنشكر هاد ولاد الدرب كاملين اللي الله يجازيهم بخير والله يرحم الوالدين على هاد الوقفه اللي واقفين معنا، وحنا كنطلبوا الله ينصر الحق. نعم خويا هشام، حنا انا ما نكذبش عليك، حنا لقيتي فينا لقيتينا. الله يجازيك بخير، الله يجازيك. كيفاش كدير تصبر نفسك؟ انا والله الا اش غادي نقول لك، اش غادي نقول لك، قبيله هي قبيله. حنا الله، حنا تابعين قول الله عز وجل، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم، وشكرا جزيلا، والله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. الله يصبرك سي هشام. متابعينا الأوفياء، والله العظيم إلى مشهد كيقطع في القلب، وخا تكون وخا يكون ما عندكش يعني الإحساس بطبيعة الحال. شوفوا الصورة ديال الهالكة مسكينة، وليدات ديالو راه في يديه، ما كيمكنناش نبينوهم للاسف الشديد لظروف تقنيه. متابعينا الاوفياء، لهذ الجريمه الشنعاء اللي راح ضاحيتها هاد السيده مسكينه، كانت مربيه وليداتها احسن تربيه، كتقاتل على رقمه العيش بطبيعه الحال مقابله وليداتها مقابله دارها. هشام الزوج ديالها كيشهد لها بال يعني كانت ترونكيل، المراه ماشي ديال المشاكل، ماشي ديال الصداع. الاب ديالها كيقول الله ياخذ حقنا. منهار 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 منهار. طيبه نعمه تجارتها، جارتها وصاحبتها وفيها كل شيء، خصو الاعدام. هذا ما كتحكر حتى على واحد، ما كتحدى حتى على شي واحد، عمرها ما قالت لك كلام الخايب. تلاقيتها قبل بثلاث ايام، قالت لي اغي زلال راهم سرقوني الصفيط، ما واش انا كنسرق الحوايج؟ هي حوايجها كتعطيهم جداد، لبسه كتصدقهم، ما كتجبد حتى شي واحد، ما كتعمرش الدار نهائيا، ما عمرها ما عمرت، عمرها ما كتجبدات شي واحد بالعيب، عمرها شي واحد ما تشكى منها. طيبه طيبه، الله يعمرها، الله يرحمها. حرقات اللي ما قدتش نجي، ما كناش مرات، انا ما شغنقول نقول لكم، ما قدتش. الله يرحمها ويوسع عليها، ولكن هو خصو الاعدام، الاعدام ما يديرلهاش هكا. هو في الدرب كيفاش كان؟ هو في الدرب كيفاش كان؟ عنيف، كان عنيف، كيتعنف مع الدراري، الا خرجوا دابزو يبقى يقول شي كلام طايح ما كاينش، ينوض يضربهم. ولكن هي عمرها ما جبدات شي واحد نهائيا، عمرها عمرها في حياتها ما جبدات شي واحد ولا ذكرات شي واحد. طيبوبه ما كيتقرقب، ما كيشرب، ما كيدير حتى شي حاجه نهائيا، بصفه نهائيه ما كيتقرقبش، كان طبيعي.
تلاقيتها قلت لكم قبل ثلاث ايام، ثلاث ايام قالت لي واش انا غنسرق الصفيطمه، انا راني كنت كاريه معاهم، انا 10 سنين وانا كنعرفها، عمرها ما حرقت شي واحد ولا قالت له شي كلمه، هي حقها كانت كتسامح فيه، ينوضوا يسبوها ويعايروها وكتحني راسها وتدخل. ابدا واش كانت كتهضر؟ ابدا خصو الاعدام ما يديرلهاش هكاك ابدا، واش الاعدام 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 ما يطلقوش ما يطلقوش ما يطلقوش. الشهادات مؤثره كلهم كيهزوا اللافتات بطبيعه الحال متابعينا. صراحه المشاهد جريمه بشعه، جريمه شنعاء اللي اخويا الصديق ديالنا هذاك لا حول ولا قوه الا بالله. هشام لا هشام الزوج ديالها وحسن تا هو الصديق ديالنا، تا هو الصديق ديالنا. حسن شكون حسن؟ اللي القاتل. القاتل واخا واخا دابا انت الصديق ديالكم يعني في الفيلم، وشنو اللي خليه حتى لهالدرجه على انه يشد الشفره ويدوز على وحده في الشارع العام بهالطريقه البشعه؟ واش كان هو عدواني؟ واش كان حتى لهالدرجه اخويا؟ ما كنعرفو لا عدواني لا ولهم، الله يعمر سلعه. لا هشام ولا حسن ولا ناس طيبين، ما يعمرها سلعه. وشنو لا حول ولا قوه الا بالله اخويا. هاد الواقع وقعت راه هزت مدينه فاس كلها. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام كيبغي لا اله الا الله. هاد السيد اخويا تيبغي لا الله لعبد، راه دايره مسلمه اختنا مسلمه، راه عيب بنادم يدير لها، راه ربي ما يبغي، راه كنطلبوا من الله. انا قلت لك الشهادة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واش هذا؟ واش هذا يهودي؟ راه اليهودي ما دير له شك، راه عيب. واش بغي أنت أختك يدير لها بنادم هكا؟ واش بغي أختك يدير لها شي واحد هكا؟ لا الله من هذا منك. أنا تنطلب من الله عز وجل، أنا تنآمن بالله، أنا ما تنآمن حتى بواحد، كنآمن بالله اللي خلقنا هو اللي غياخذ الحق. هاد السيدة اخويا راك خلقت انا وياها واقيلا في سيمانه وحده، وحنا كنا كنلعبوا في الدار، الله يعمرها سلعه وناس دراوش. راه ماشي كنقول بحال دابا هكا، راه نيشا والله الا الله يعمرها سلعه، وليني بحال يدير لي هاد الشيء هذا، راه ما كنطلب تنطلب من الله، الله ياخذ الحق. انا ما تنآمن لا بقدر لا كنآمن بالله عز وجل، انا ما منافق ما والو، انا كنطلب من الله، انا نصلي بحال دابا هكا وندعي من الله. ما نقول لا القدس ولا هذا، علاش؟ القدس ديالنا غيتلاعب. شوف خويا حنا كنتحسوا في هذا الموضوع، كاين قضاء نزيه اخويا، عندنا الدولة المسطرة. أنا ما كنآمنش به. أنا كنثق كنثق في الله عز وجل. ولكن أنت أعطي شهادة في الأخت، خلي الناس العائلة ديالها راه مكلومين الناس. هذيك راه أختي، هذيك راه أختي. الأخت ديالك؟ وراه أختي، هذيك راه خلقينا بموبل واحد. خلقينا بموبل واحد أصاحبي. أنت كطالب أخطر العقوبات؟ طالب من الله ياخذ الحق، ربي ولا ياخذ الحق. شكرا الله. اسمح لي بزاف الله يحفظك. متابعينا كنسمعوا الاخ ديالها مسكين، صراحه ماشي سهل ماشي سهل ماشي سهل. شكرا جزيلا لكم متابعينا الاوفياء على هذا. شنو غنزيد نقولوا الان وانتم سمعتوا كل شيء متابعينا؟ صراحه غنشوفوا الاب قبل ما نقطعوا. الاب فينا هو الاب ديالها؟ الاب مسكين، شوفوا الاب ديالها، الاب شوفوا الاب مسكين اللي سخف سخف، الاب سخف مسكين الاب. الله يحفظك سيدي، شكرا، الله يكبر بك سيدي، شكرا، الله يرحم والديك. اذا متابعينا سوف نكتفي بهذا القدر، غادي نرجعوا من خلال بث مباشر اخر. شكرا، دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.